أكدت القيادة المركزية الأمريكية وصول قاذفات القنابل الاستراتيجية B-52 إلى منطقة الشرق الأوسط بعد يوم من إعلان البنتاغون إرسال مدمرات وأسراب من الطائرات والقاذفات إلى المنطقة. التحرك الأمريكي يأتي في الوقت الذي رفعت طهران فيه من حدة تصريحاتها المعادية للولايات المتحدة وإسرائيل وتهديدها برد ساحق على الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف إيران أواخر أكتوبر الماضي. وبحسب بيان البنتاغون فإن وزير الدفاع الأمريكي يواصل القول بوضوح إنه إذا استغلت إيران أو شركاؤها أو المجموعات التابعة لها هذه اللحظة لاستهداف الأفراد أو المصالح الأمريكية في المنطقة فإن الولايات المتحدة ستتخذ كل الإجراءات اللازمة للدفاع عن شعبها. كما أن نشر تلك القاذفات والمدمرات الأمريكية يمثل رسالة تطمين لإسرائيل خصوصاً بعد قرار البنتاغون سحب حاملة طائرات من الشرق الأوسط، ما يعني أن واشنطن تريد تأكيد التزامها بأمن إسرائيل من خلال إرسال المزيد من القوات إلى المنطقة. التحرك الأمريكي في الشرق الأوسط يأتي بعد تزايد المؤشرات على أن إيران ماضية في طريق الرد على إسرائيل، وكذا تزايد التهديدات الإيرانية والتي كان آخرها ما جاء على لسان المرشد الأعلى من تهديد برد صارم على الولايات المتحدة وإسرائيل على خلفية ما قاموا به ضد إيران والمقاومة. وفق تقارير أمريكية فإن لدى الولايات المتحدة وإسرائيل معطيات تؤكد أن إيران ستنفذ هجوماً جديداً على الأراضي المحتلة، وهذا ما دفع واشنطن لإرسال رسالة تحذير لإيران مفادها أنها قد لا تستطيع كبح جماح إسرائيل في حال تعرضت لهجوم إيراني جديد. وبطبيعة الحال أصبح كل تعزيز عسكري أمريكي في المنطقة مرتبطاً بشكل أو بآخر بجماعة الحوثي وعملياتها المستمرة في البحر الأحمر وخليج عدن، كما أن وصول القاذفات والتعزيزات البحرية الأمريكية للمنطقة يأتي بعد أيام من تنفيذ جماعة الحوثي مناورات بحرية في سواحل البحر الأحمر على مقربة من البوارج الأمريكية والغربية.